كذلك السيد سيفان بيولي الرجل الذي يعلم بأن التعادل في هذه المباراة هو قادم من التعادل. بالمناسبة هذه محاولة خطيرة، جول جول، سجل الانتر وتقدم الانتر. دامبروسيو ياتي الآن، هو سعيد بتمثيل إيطاليا ويقدم الشكر لفنتورا في سن 28 سنة. الكرة الماضية من سجل؟ الظهير الأيمن في الكرة الماضية. هذه اللعبة وقد تقدم دامبروسيو، نعم، وتابع الكرة الماضية واصطدت في المدافع وغيرت الاتجاه وغيرت الطريق واستقرت لأن تكون الهدف الأول، وبالتالي يسعد الأحباب والعشاق وهذا الكبير هنا وكأنه يقول، لأن الأسماء الحاضرة مع الإنتر أقول ذلك بكل صدق، الأسماء الموجودة. هذه محاولة خطيرة، فرصة، جول، فرصة ما تضيع أبدا من جانب فريق سامدوريا. تهيأت من المدافع، هذا برونو البرتغالي، وبعد ذلك كانت الكرة الثانية أعتقد من تشيكي، وذلك تشيكي، وتلك دورة في أمريكا الجنوبية وتلك دورة في أوروبا، وكرة خطيرة وخطير، جول. خطير هذا التشيك الصغير، يأتي بهدف التعادل بعد محاولات جادة في الشوط الثاني من المباراة. الكرة الماضية هو اللي تابعها، ما أدري إذا لمسها أو ما لمسها، لكن الكرة من لاعب الإنتر السابق اللي هو سيلفستري. هذه الكرة هنا الارتقاء، نعم، لاعب الإنتر السابق، وبعد ذلك يأتي التعادل أعتقد براسية سيلفستري مباشرة إلى الشباك، الهدف سجل وسامدوريا تعادل. عزيز المشاهد، ويا لها يتقدم الآن، ويا هي أعصاب للمتقدم ولهاندانوفيتش، يتقدم، هدف ثاني لسامدوريا. سامدوريا بالفعل يشعلها هنا ويتقدم بهدف ثاني، هدف ثاني لسامدوريا. كلما زار هذا الملعب في هذا الموسم على الأقل يعود فائزا، يعود منتصرا، يعود ظافرا إلى جنوة. هذه المرة في مرمى الإنتر يسجل ويتقدم، وبالتالي يتقدم سامدوريا في الشوط الثاني بهدف ثاني، وربما يدخل التاريخ كواليانيلا، لأنه إن انتهت الأمور بفوز